كامتير كليكيتيك يعني او او يعني حساس الاهتزاز في محرك 206 جي وراء الدمرير وراء الستارتر وراء المرش، هذا حساس كليكيتيك يسموه ولا كليك كليك ولا حساس الاهتزاز. هذا في محرك اسطنبول، محرك رينو يجي كيف كيف كلهم يجوا في البلوك، يعني في نفس الشيء تحت كل الكتر نتاع الادميسيون. هذا اللي هو ورا ديما ورا الدمرير ورا الستارتر ورا المرش، هذا حساس الكليكي اللي هو حساس الاهتزاز. هذا في محرك الكليو بومبي، كليو اللي هو موجود في الكليو 2 و3، هذا حساس نتاع الاهتزاز أو كليك كليك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو.